عافي معك اخوكم محمد ابو العز من صفحته موقع ابو العز بيولوجي وطبعا هذا الفيديو راح يكون ثاني فيديوهات مراجعة شابتر ثلاث بارت تو باذن الله تعالى من مادة الهيومن بيولوجي طبعا ضروري نطلع الديسكربشن راح نلاقي تفاصيل عن دورة المادة باذن الله وراح نلاقي ان شاء الله رابط صفحتي ورابط صفحة الشاب المبدع اللي صدقا ما تواصلت معه وما بعرفه اللي هو اخونا اللي انشا هاي السلايدات وعلشان ما تخونني الذاكرة اتوقع اسمه اخونا عمار المطاوعه ربي يجزيكم الخير راح احط لكم ان شاء الله رابط ايميل التليجرام والملف اللي هو جمعه من من اسئله السنوات زي ما حكوا لي اللي بعثوا لي الملف انه هاي اسئله السنوات هو جمعها باذن الله تعالى راح احط لكم الملف كمان بالديسكربشن طيب خلينا على السريع نبلش بشرحنا باذن الله تعالى بهذا الفيديو بنركز على عمليات النقل ان شاء الله اول سؤال which form of passive transport involves موليكيول دايركتلي موفينج ثرو ذا ليبيد بايلير طيب هنا نوقف شوي عشان نفهم أه بالبدايه شو الباسيف ترانسبورت الباسيف ترانسبورت هي عمليات النقل التي لا تحتاج لطاقه هي عمليات النقل اللي هي أه بت فيها بتصير عمليه النقل بشكل تلقائي يعني المواد بتنتقل من التركيز العالي الهاي كونسنتريشن الى التركيز المنخفض اللور كونسنتريشن وهذا الامر بصير دونت نيد او يعني احنا دونت يوز انرجي ما بنستخدمش يعني او نوت يوز انرجي ما بنستخدمش طاقه بدون استخدام الطاقه ما بنحتاجش طاقه نوت نيد انرجي طيب على السريع فهون شو بقولنا السؤال which form of passive transport تمام اي طريقه او اي شكل من اشكال الباسيف ترانسبورت بساهم بنقل المولكيول الجزيئات مباشرة تمام خلال الغشاء البلازمي أول إشي السؤال مركز على باسف ترانسبورت وبقولنا انه الباسيف ترانسبورت في منه انواع، شو انواع الباسف ترانسبورت؟ عندنا نوعين، نوع نحكي له ديفيوجن، نوع نحكي له اسموسس. الاسموسس هو خاص للمي، المادة المذيبة، والمي من خلاله أو فيه بتنتقل تمام؟ من التركيز العالي للتركيز المنخفض، كيف؟ كيف بدها تدخل للخلية أو تطلع منها عبر الغشاء البلازمي يعني من من بين مسامات الفوسفوليبيد ما بين جزيئات الفوسفوليبيد بتمر بدون الحاجة للبروتينات الناقلة هاي بنسميها خاصية اسموزية او في عندي نوع ثاني بنحكي له الدفيوجن الدفيوجن هو نقل من التركيز العالي للتركيز المنخفض لمين؟ للمولكيول للسوليوت للجزيئات الذائبة في الماء. وطبعا هاي بتنتقل ممكن تنتقل عبر الغشاء البلازمي مباشره زي المي لما بالخاصيه الاسموزيه عبر مسامات الغشاء البلازمي تمام وهاي بنحكي او بنحكي عن عمليه النقل هاي اللي هي عباره عن ديفيوجن ثرو ذا من خلال الغشاء او من خلال الفوسفوليبيد بشكل مباشر وطبعا المواد اللي بتنتقل زي هيك ديفيوجن بدون الحاجه لبروتين من من بين طبقات الفوسفوليبيد بشكل مباشر بتكون عادة أول إشي بتوصف بأنها بولر أو هيدروفوبيك كارهة للماء أو بنحكي عنها بولر نفس المعنى زي مين؟ زي الأكسجين وزي ثاني أكسيد الكربون وبتتميز بأنها سمول صغيرة يعني هيدروفوبيك كارهة للماء سمول بكل حجمها صغير ان تشارج غير مشحونة كهربائيا المواد اللي اللي فيها هاي المعايير تستطيع اختراق الغشاء البلازمي زي ما بيخترق الشبح الجدار بدون الحاجة إلى الأبواب اللي هي البروتينات الناقلة في عنا بعض المواد لا هي بتحتاج إلى كانال بروتين إلى بروتينات ناقلة بنحكي لها الكانال بروتين وهي بروتينات بتكون يا إما مفتوحة طول الوقت يا إما بتكون open and كلوز بنحكي عنها gated بتسكر وبتفتح وهي البروتينات الناقلة بالعادة بيكون شكلها ثابت اللي بنحكي لها كانال بروتين مرات بعض الجزيئات تحتاج الكنالي بروتين خصوصا لما هي تكون محبه للماء هيدروفيليك مش هيدروفوبيك زي النوع الاول وتكون تشارج مشحونه كهربائيا مش غير مشحونه زي النوع الاول وبنفس الوقت حجمها صغير سمول زي مين زي الايونز الايونات فهاي الايونات تحتاج الى كانال بروتين زي كمان المي ولكن احنا بنعرف المي ينتقل بالخاصية الأسموزية من ما بين مسامات الغشاء البلازمي يعني ثرو ليبيد باي لاير بشكل مباشر ولكن بيستطيع المي انه ينتقل عبر البروتينات الناقلة برضه ولما ينتقل عبر البروتينات الناقلة بنسمي هذا الأمر بديفيوجن تمام مش اسموسس بشكل رئيسي طيب هذا النوع الثاني من انواع الدفيوجن عبر الكنال البروتين في عندي النوع الثالث اللي هو بنسميه فاسيليتد الدفيوجن وهذا الفاسيليت الدفيوجين احنا بنستخدم فيه بروتينات ناقلة ولكن ليست الكنال بنحكي لها كارير بروتين والكارير بروتين هي بروتينات ناقلة بتختلف عن الكنال انها قادرة على تغيير شكلها يعني تشينج اتس شيب بتغير شكلها طيب فهون شو بقولوا لنا؟ لنا انا بدي اعمل باسيف ترانسبورت وانقل مين؟ مولكيول يعني احنا بنحكي عن ديفيوجن مش اسموسس لان بنحكي عن مولكيول واحنا بدنا ننقل هذول المولكيول بشكل مباشر عبر الليبيد باي لاير فشو نوع الباسيف ترانسبورتر راح استخدمه راح استخدم ديفيوجن من النوع الاول اللي هو اللي عبر الليبيد باي عبر الطبقتين الفوسفوليبيد بدون الحاجه الى بروتين ممكن يسالوكم عن الذرات او نوع المواد اللي بتنتقل بهذه الطريقه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بالاضافه الى اليوريا طيب نيجي على السؤال 45 وات از ذا بروسيس شو هي العمليه uh, When a cell اكسباند energy to transport مولكيول across ذا plasma membrane شو هي العمليه اللي من خلالها الخليه رح تاخذ او تحتاج الى طاقه علشان تنقل المواد طبعا زي ما احنا درسنا الباسيف ترانسبورت لازم ندرس النوع الثاني اللي هو بنحكي له الاكتيف ترانسبورت الاكتيف ترانسبورت اللي هو الخليه رح تستخدم الطاقه عكس الباسيف الباسيف ما كانت تستخدم طاقه بالاكتيف ترانسبورت الخليه هتنقل المواد من التركيز المنخفض الى التركيز المرتفع يعني العكس عكس مين عكس الباسف اللي هو من المرتفع للمنخفض الباسف بنزل نزول عشان هيك بنحكي عنه داون كونسنتريشن من المرتفع للمنخفض بينما الاكتيف بنطلع طلوع فبنحكي عنه أجانيست كونسنتريشن من المنخفض الى المرتفع فهذا هو الاكتيف ترانسبورت بالاكتيف ترانسبورت لازم ان نستخدم بروتينات ناقلة من نوع الكارير بنحكي لها بمب مضخات وطبعا الاكتيف ترانسبورت نوعين نوع بنحكي له البرايمري اللي احنا بنستخدم فيه الطاقة بشكل مباشر بشكل دايركتلي بنعطي للمضخة اي تي بي طاقة فبتقوم هي بعملية نقل المواد عكس التركيز من المنخفض الى المرتفع بينما في عنا نوع ثاني بنحكي له السكندري اكتيف ترانسبورت مش البرايمري، وهذا السكندري إحنا ما بنعطي طاقة بشكل مباشر، ما بنعطي اي بي للمضخة. المضخة طيب من وين رح تاخذ طاقة عشان تعمل لي اكتف ترانسبورت؟ رح يكون في عندي مادة ثانية مساعدة بتنتقل بشكل باسف. انتقالها بشكل باسف من التركيز العالي للتركيز المنخفض بدون الحاجة لطاقة صحيح ما بتحتاج لطاقه ولكن لما تنتقل راح تنتج لي طاقه احنا ما بنشوفها هتنتج لي الكتروكيميكال جريدينت طاقه هاي الطاقه راح تستغلها المضخه تمام وتعمل لي سكندري اكتيف ترانسبورت وتعمل لي او تستخدم هاي الطاقه وتضخ لي جزيء اخر ماده اخرى عكس التركيز يعني بالسكندري زي ما شرحنا في الماده تمام؟ بالدورة بالسكندري اكتيف ترانسبورت انا راح بحتاج الى المادة الرئيسية اللي بدي انقلها عكس التركيز ومادة مساعدة راح انقلها داون كونسنتريشن بشكل باسف. هاي المادة المساعدة لما انقلها بشكل باسف بينشا عنها طاقة، باخذ هاي الطاقة وبستغلها بنقل المادة الرئيسية عكس التركيز، فأنا هيك ما استخدمت اي تي بي بشكل مباشر في عملية الأكتيف ترانسبورت لا انا هيك استغليت الطاقة الناتجة عن الباسيف ترانسبورت بعملية الأكتيف فانا هيك استخدمت الطاقة اندايركتلي بشكل غير مباشر فبسمي هاي العملية سكندري اكتيف ترانسبورت فاحنا هيك فهمنا السكندري والبرايمري طيب السريع هنا بقولوا لنا شو العملية اللي انا بستخدمها اللي بستخدم فيها طاقة لما انقل المواد هي الاكتف ترانسبورت الباسف ما بستخدم الديفيوجن والاسموسس هي انواع من الباسف برضو ما بستخدم فيهم طاقة نيجي على السؤال 46 which type of transport اي نوع من انواع النقل involves membranes physical to move larger substance. طبعا بهذا السؤال بيحكولنا عن عملية النقل الثالثة اللي هي نوع ثالث من عمليات النقل وبعض الناس بيعتبروها نوع من أنواع الاكتف ترانسبورت يعني لو إجات لكم على أساس أنه هي نوع من أنواع الاكتف ترانسبورت صحيح شو النوع الثالث من عمليات النقل؟ نحكي له البلك ترانسبورت شو يعني بلك ترانسبورت؟ يعني أن أنا أنقل مادة حجمها كبير أو كميتها كبيرة إلى داخل أو إلى خارج الخلية يعني أن أنا أنقل اللارجر مولكيول أو اللارجر أماونت الكمية الكبيرة أو الحجم الكبير إلى داخل أو خارج الخلية أو ممكن أنقل سمول أورجانيزم ممكن أنقل كائنات حية صغيرة إلى داخل الخلية زي لما الخلايا المناعية تاكل البكتيريا فهي بتنقل البكتيريا الى داخلها عن طريق البلك ترانسبورت وطبعا عمليه البلك ترانسبورت بتحتاج الى فيزيكال عشان تتم لا بتحتاج لبروتينات ناقله ولا نقل عبر الغشاء البلازمي ولا اي شيء هي بت... او نقل عبر الليبيد باي لير عفوا. هي بتحتاج الى فيزيكال الى حويصلات زي الحويصلات اللي احنا درسناها بالجزء الاول من التشابتر اللي هن السكريتوري فيزيكال اللي بتصدر لي مواد لبرا او الاندوسايتوتيك فيزيكال اللي بتدخل لي بتستري بتعمل استيراد للمواد الى داخل الخليه فهي بتحتاج الى فيزيكال عشان تتم هاي العمليه وهاي العمليه تقسم الى نوعين نوع اللي احنا من خلاله بنطلع ماده برا الخليه بنحكي له اكسوسايتوسيس ونوع اخر احنا بندخل فيه ماده الى داخل الخليه بنحكي له الاندوسايتوسيس طيب فهون شو بيقولوا لنا شو نوع عمليه النقل طبعا البلك ترانسبورت تحتاج الى اي تي بي الى طاقه لهيك البعض بيعتبرها من الاكتيف ترانسبورت طيب هون بقولوا لنا شو عملية النقل اللي احنا رح نحتاج فيها فيزيكال مباشرة وطبعا ننقل مواد كبيرة فمباشرة رح تكون الإجابة بلك ترانسبورت هون مش حاطين البلك ولكن حاطين أنواع البلك اللي هن الإندوسيتوسيس والإكسوسيتوسيس فالإجابة رح تكون سي طيب سؤال سؤال 47 شو هو البرانسبل القاعدة العامة طبعا غالبا احنا شرحنا كل شيء الأسئلة هسا الباقية رح تكون على الأفكار اللي احنا راجعناها واتش uh, برنسبل شو هي القاعده الرئيسيه او القانون اللي الباسيف ترانسبورت ديسكرايب ذا موفمنت اوف مولكيول فروم ان اريا اوف هاي كونسنتريشن تو ان اريا اوف لو كونسنتريشن التعريف هذا التعريف هو تعريف لشيء معين تعريف لايش المصطلح اللي بيوصفه هذا التعريف اللي هو عباره عن انتقال للمولكيول مش للمي من التركيز العالي للتركيز المنخفض وبطريقة الباسف طبعا زي ما انتم شايفين باسف ترانسبورت معناته ايش لما اقرا باسف ترانسبورت يعني انا بحكي عن ديفيوجن او اسموسس وطالما بنقول انه احنا ننقل من التركيز العالي للتركيز المنخفض مولكيول مش مي معناته الاجابه رح تكون ديفيوجن بكل بساطه بنيجي على سؤال 48 وات هابن وين مولكيول ريتش ايكوليبريوم ان باسف ترانسبورت طبعا شو يعني ايكوليبريوم هي حاله التوازن هي لما يكون في عندي مثلا داخل الخليه وخارج الخليه يصير التركيز فيهم متوازن يعني مثلا يكون عندي ماده برا الخليه تركيزها عالي وجوه الخليه تركيزها منخفض الطبيعي بالباسيف ترانسبورت تصير تنتقل من التركيز العالي برا الخليه الى التركيز المنخفض جوا الخليه لغايه ما نوصل لحاله التوازن يصير التركيز برا وجوه متساوي هاي الحاله اللي بتكون فيها الكونسنتريشن في منطقتين بكون سيم متساوي بنحكي لها حالة وطبعا بتضلها عملية الباس في ترانسبورت شغالة لنا نوصل لحالة الإكوليبريوم فهنا بقولوا لنا شو راح يصير لما الجزيئات الموليكيول توصل لحالة الإكوليبريوم بكل بساطة راح نلاحظ انه بطل في عنا انتقال للمواد من منطقة الى منطقة اخرى بشكل كبير فهنا بحكولنا انه الكونسر او او بما معناته طبعا هذا اللي راح يصير ليش هذا رح يصير؟ لانه التركيز الكونسنتريشن في المنطقتين رح يكون ذا سيم. فهنا شو بيقولوا لنا؟ لنا انه لما نوصل لحاله الإكوليبريوم رح يصير التركيز ذا كونسنتريشن تركيز المولكيول ذا سيم متساوي في ان بوث دايركشن برا وجوا الخليه وهذا صح هالتعريف لمعنى الايكوليبريوم وعندها طبعا هم مش مكملين الاجابه عندها رح يوقف عندي عمليه الباسيف ترانسبورت. طيب الخيار بي بيقولون انه the concentration of molecule contains to increase لا طبعا مش راح يتغير تركيزهم خلص بحالة الاكوليبريوم لما نوصلها راح يكون التركيز متساوي مش منطقة increase بزيد فيها التركيز عن منطقة اخرى ولا منطقة بيكون فيها الـ concentration decrease اقل من منطقة اخرى فمعناته الخيار بي غلط والخيار سي غلط لانه بقولنا انه الكونسنتريشن التركيز رح يكون في منطقه ديكريز رح ينقص عن منطقه اخرى اما دي فشو بقولنا بقولنا انه الكونسنتريشن التركيز للجزيئات رح يكون زيرو طبعا هاي مستحيله فايش الاجابه الصح رح تكون الاجابه ايه هذا برضه من اسئله الفهم سؤال 49 وات از ذا تيرم شو المصطلح اللي احنا بنستخدمه عشان نوصف حركه الجزيئات داون concentration من التركيز العالي للتركيز المنخفض without expand energy بدون استهلاك طاقة طبعا هذا المصطلح اللي احنا اللي هو بمثل انتقال المواد بدون استخدام طاقة من التركيز العالي للتركيز المنخفض هو مين هو الباسف ترانسبورت ولكن هنا مش حاطين باسف ترانسبورت هنا حاطين انواع الباسف اللي هم الدفيوجن والاوسموسس فبنطلع على السؤال طالما انه هو ذاكر موليكيول يعني دفيوجن لو ذكر ووتر يعني اوسموزس. السؤال اللي هو خمسين سؤال خمسين بيحكي عن الانتجرال بروتين والبريفرال بروتين اللي هو حرفيا انا ما لقيته بالسلايدات معاكم. ما شفتوش بسلايداتكم. فهذا ممكن من الاسئله اللي التغت عندكم، ولانه ضل علينا اسئله كثير راح احاول اني اتجاوزه باذن الله تعالى، بس هو مش موجود عندكم بالتشابتر. سؤال 51 What is the main driving force for the passive transport across the plasma membrane? شو هي الطاقة الرئيسية اللي بناء عليها بصير عندي الباسيف ترانسبورت؟ يعني بما معناه الباسيف ترانسبورت بيعتمد على ايش بشكل رئيسي؟ حكينا على التركيز، لأن الباسيف ترانسبورت بيعتمد على حركة المواد من التركيز العالي للتركيز المنخفض، يعني هو بيعتمد على التركيز عكس الأكتف، الأكتف بيعتمد على شو؟ على الطاقة، لأنه هو بيقدر الأكتف إنه ينقل لي المواد عكس التركيز عادي ولكن إن لازم نعطيه طاقة أما الماس الباسف بدون طاقة بينقل لي المهم أنه بينقل من تركيز عالي للتركيز المنخفض يعني هو بيعتمد بشكل أساسي على الكونسنتريشن التركيز بينما الأكتب راح يعتمد على الاتي بي على الطاقة طيب منيجي هسا على إيه اللي هو سؤال 52 سؤال 52 شو بقولنا which form of passive transport أي شكل من أشكال الباسف ترانسبورت allow lipid soluble molecule to freely diffuse through the plasma membrane. اي نوع من انواع الباسيف ترانسبورت اللي بيسمح لي بحركة الموليكيولز طالما بنحكي موليكيولز يعني احنا قاعدين بنحكي عن مين عن ديفيوجن مش osmosis تمام وبيسمح لي بحركة الليبيد سوليوبل موليكيول شو يعني الليبيد سوليوبل موليكيول الجزيئات التي تذوب بالدهون دائما الليبيد سوليوبل موليكيول الجزيئات الذائبة بالدهون بتكون تكره الماء بتكون هيدروفوبيك نان بولر لانه احنا بنعرف الدهون والماء ما يعني ما بيجتمعوا مع بعض الزيت والماء ما بيجتمعوا مع بعض فلما نشوف كلمه ليبيد سوليوبل يعني بنحكي عن ماده هيدروفوبيك او نان بولر نفس المعنى فايش الطريقه اللي يتم فيها نقل المواد النان بولر الصغيره الغير مشحونه عبر الغشاء البلازمي احنا قلنا الديفيوجن ثلاث انواع با ثرو باي لاير بدون بروتينات throw بروتينز بنسميهم الكنال بروتين او ثرو كارير بروتين بنحكي عن هاي العمليه في سلسله الديفيوجن طبعا الليبيد سوليبل مولكيول ما بتحتاج بروتينات ناقله نهائيا يعني عمليه النقل راح تكون ثرو ليبيد باي لاير طيب نيجي هسه على سؤال 53 وات از اكزامبل اوف ا molecule بدنا مثال على جزيء بينتقل عبر الليبيد باي لاير without passing through canal بينتقل عبر الليبيد باي لاير عبر طبقتين الفوسفوليبيد المكونات الغشاء البلازمي بدون الحاجة إلى بروتينات ناقلة إلى كان البروتين أو كارير بروتين وطبعا زي كأنه السؤال 52 ولكن معكوس هالمرة بدنا نحكي إيش هم المواد اللي بتنتقل طبعا المواد اللي بتنتقل زي هيك هي الليبيد سوليبل مولكيول لسه بنحكي بالموضوع احنا بالسؤال اللي قبله هي النون بولر او الهيدروفوبيك مولكيول زي مين زي الاكسجين وزي اليوريا وزي ثاني اكسيد الكربون فبنطلع هون الجلوكوز لا فاسيليتد ترانسبورت للجلوكوز هو والامينو اسيد المي قلنا المي عبر البروتينات الناقله هو النوع الثاني من الدفيوجن اللي هو بصير عبر الكنال البروتين اما بدون بروتينات ناقله عبر الليبيد باي لاير بنسميها اسموسس والاكسجين هو الوحيد اللي قادر انه يمر عبر الليبيد باي لاير تمام بدون بروتينات ناقله وهي بتكون عمليه ديفيوجن مش أسماسز فبكون الجواب عنا الاكسجين يعني لو اجانا سؤال هذا السؤال نفسه لو نحط لنا بدل موليكيول ووتر بتكون الاجابه اللي هي بي او عفوا بدل بدل موليكيول حطوا لنا انه احنا انه هاي العمليه او وصلوا رساله بدل ديفيوز او ديفيوجن حكوا انه خاصيه اسموزيه فبكون الجواب ووتر بس طالما بقولوا لنا مولكيول وديفيوز يعني احنا قاعدين بنحكي عن دفيوجن تمام بنحكي عن ماده ذائبه مش بنحكي عن المي معناته بضل عندنا الجلوكوز والاكسجين بشكل رئيسي والمي بالنوع هذا الثاني اذا انتقلت عبر القنوات البروتينيه طالما المي مش بد... او طالما السؤال مش طالب انها تنتقل عبر قنوات بروتينيه بنستثني المي على طول فشو بضل عندنا جلوكوز واكسجين الجلوكوز بده كارير بروتين بينتقل عبر الفاسيليت زي ما حكيت لكم فشو بضل عندنا الاكسجين هو الوحيد اللي راح يمر عبر الليبيد باي بواسطه الديفيوجن بدون بروتينات ناقله طيب السؤال 54 هاو دو molecules موف during facilitated transport كيف الجزيئات رح تتحرك عبر الفاسيليتد ترانسبورت طبعا حكينا انه الفاسيليتد ترانسبورت هي ترانسبورت بروتين هاي الترانسبورت بروتين اول اشي بتغير شكلها قلنا الكارير لازم يتغير شكلها زائد ان هي رح تنقل لي الجلوكوز طالما نحن نحكي عن انتقال باسف يعني من التركيز العالي للتركيز المنخفض بدون الحاجة إلى طاقة نطلع على الخيارات الخيار الأول They pass through canal in the lipid bilayer إنه خلال عملية الفاسيليتي ترانسبورت المواد رح تنتقل عبر كانال كانال بروتين وهذا غلط ليس كانال كارير نحكي عنهم They bend to membrane transport protein and are transported Uh, and are transported across the bilayer حلو هاي الإجابة هو راح يرتبط بممبرين ترانسبورت بروتين ببروتينات ناقلة and are transported across the bilayer وهاي هي الإجابة الصح هيرتبط ببروتينات ناقلة اسمها الكارير هون مش كاتبين اسمها وراح يدخل إلى داخل الخلية طيب أو إلى خارجها الخيار سي يلا نقرأه عشان نعرف ليش هو غلط They diffuse دايركتلي هو رح يمر بشكل مباشر المادة رح تمر بشكل مباشر خلال الليبت باي وهذا غلط لازم يكون عندي بروتينات ناقلة عشان هذا هو معنى الفاسيليات لازم يكون عندي الكاريير بروتين آه وترتبط المادة فيه يتغير شكل دي فيه الخيار دي ان هو رح يمشي او المادة رح تمشي من الهاير تو من التركيز العالي التركيز المنخفض بدون الحاجه الى بروتينات ناقله وهذا برضو غلط فلو انتو لاحظتوا انه في اكثر من من خيار الخيار الاول بقولي لي كانال وهذا غلط الخيار سي ودي بحكوا لي انه بدون بروتينات ناقله وهذا غلط هو راح ينتقل عبر بروتينات ناقله ولكن مش الكنل هي الكارير اللي بالعاده هو بيرتبط فيها بنت بتغير شكلها وبيرتبط فيها والمادة يعني ترتبط في البروتين الناقل ويتم إدخالها إلى داخل الخلية. نيجي على السريع إلى سؤال خمسة وخمسين، ممكن لاحظتوا بهذا الفيديو أنا بشرحه بسرعة بس لأنه في تقريبا سبعين سؤال. سؤال خمسة أي نوع من أنواع الموليكيول لا يستطيع العبور عبر الليبيد باي لاير تمام؟ بسبب إنه هو insolubility لا يذوب في الليبيد. Soluble. او ليبت سوليبل يعني ماده كارهه للماء هيدروفوبيك تذوب في الدهون ولا تذوب في الماء insolubility ان in ليبيد يعني ماده هيدروفيليك يعني ماده محبه للماء كارهه للدهون فالمواد المحبه للماء لا تستطيع العبور من او خلال الغشاء البلازمي خلال الليبيد باي بشكل مباشر تحتاج الى الكنال بروتين او الكارير بروتين زي ما ذكرنا طيب هون بقولون أي مادة من هاي المواد لا تستطيع العبور عبر الغشاء البلازمي بسبب عدم قدرتها على الذوبان جوا الليبتس طبعا بكل بساطة نطلع على الخيارات الخيار الأول هل هي المواد التي تذوب في الليبت؟ أكيد غلط طيب الخيار الثاني الغازات والغازات هي مواد تذوب في الدهون زي ما حكينا وتقدر أنها تمر عبر الليبت باي لاير الخيار الرابع النون بولر وهي نفسها مواد هي نفسها أول خيارين هي نفسها مواد تذوب في الدهون زي الغازات ولا وكارهة للماء بولر أو هيدروفوبيك تكره الماء وتقدر تمر عبر الليبت باي فالجواب راح يكون سي هي المواد البولر المواد اللي بتكون هيدروفيلك زي الأيونات هذولا لا يذوبوا في الدهون أو بولر هم بيحبوا المي وبيكره الدهون نيجي هسا على سؤال 56 ما هي وظيفة الكنل بروتين ان بكل بساطه بدون ما اقرا الخيارات وظيفه الكنال البروتين انها تنقل المواد البولر المحبة للماء للتشارج المشحونة الصغيرة اللي ما بتقدر تخترق الليبت باي لاير انها تمر عبر هاي البروتينات زي الايونات وزي المي كمان المي هي بتقدر انها تمر عبر الليبت باي زي ما حكينا بالخاصية الاسموزية ولكن كمان عندها قدرة انها تمر عبر القنوات الناقلة بالديفيوجن طيب الخيار الاول they bind to molecule and change their shape وهي طبعا غلط لانه النوع البروتين الناقل اللي بيرتبط بالمولكيول بي وبغير شكله هذا بنحكي عنه كارير بالfacility diffusion وليس كان البروتين طيب الخيار بي they allow the free passage of small and charged polar هي بتسمح بمرور الجزيئات الصغيرة الغير مشحونه النون بولر وهذا غلط لانه النان بولر الجزيئات الصغيره الغير مشحونه النان بولر هي بتقدر انها تمر عبر عبر الباي لاير بشكل مباشر عبر طبقتين الفوسفوليبيد بشكل مباشر بدون الحاجه الى البروتينات الناقله اساسا الخيار سي they the movement of polar through the هي بتسمح بمرور الجزيئات البولر اللي ما بتقدر طبعا تمر عبر باي بايلاير هي بتقدر تمر وتخترق الغشاء البلازمي من خلال هاي البروتينات الكنال البروتين فالجاب الصح هي طيب الاجابه دي نشوف ليش هي غلط ذي سيلكتيفلي جلوكوز انتو اللي بنقل الجلوكوز اساسا الى داخل الخليه هو الكارير بروتين فسيليتد ديفيوجن وليس عبر الكنال بنيجي هسه لسؤال 57 بقولنا what type of molecule أي نوع من أنواع الجزيئات كان ديفيوز يستطيع المرور through protein canal من خلال الكنال بروتين قنوات البروتينية احنا قلنا مين اللي بيقدروا يمروا البولر موليكيول فالإجابة رح تكون C زي الأيونات طيب نيجي على السؤال uh, 58 What is the movement of substance through ion canal from a higher to lower concentration Cold. انتقال المواد او الايونات لأيوناتها يعني مواد ذائبه من التركيز العالي الى التركيز المنخفض عبر قنوات كانلز تمام شو بنسمي هاي العمليه بنسميها عباره عن ايش طبعا هي عباره عن آه ثواني طبعا هي عمليه ديفيوجن احنا بنسميها ديفيوجن ثرو بروتين كانلز هيك بسموها فلما نطلع على الخيارات انا لاحظت في شيء غريب بالخيارات هسه هل هي اسموسز لا انه هاي ميه عبر الغشاء البلازمي اللي عبر الليبيد بايلير هل هي اكتيف ترانسبورت لا لان الاكتيف ترانسبورت العكس من التركيز المنخفض للمرتفع وبده طاقه هل هي فاسيليتيد ديفيوجن لا لان الفاسيليتيد ديفيوجن هو ما بنقل ايونات بالاساس هو بنقلي لي جلوكوز امينو اسيد وبكون فيه مش كانال بروتين بكون فيه كارير بروتين طيب الخيار دي هل هي عملية نقل من خلال الليبيد لاير؟ من خلال طبقتين الفوسفوليبيد بدون الحاجة لبروتينات غلط لأنه أساسا هون مكتوب أيون كنل معناته الأربع خيارات خطأ وجل من لا يسهو للدكتور أو الشخص اللي حط الخيارات تمام خصوصا لو كان هذا السؤال سنوات فالخيارات الأربع خطأ الجواب لازم يكون في عندي خيار خامس ديفيوجن إثرو كنل بروتين طيب نيجي على سؤال 59 بقول لي Does diffusion through the lipid bilayer require the cell to expend energy؟ هل عملية الديفيوجن من خلال الليبت باي لاير من خلال طبقتين الفوسفوليبيد بدون حاجة البروتين تحتاج إلى طاقة؟ الإجابة نو no. طالما نحكي ديفيوجن نحكي باسف نحكي اسموسز بغض النظر عن نوع الديفيوجن عبر الليبيد باي لاير عبر طبقتين الفوسفوليبيد عبر الكانال بروتين القنوات البروتينيه عبر الكاريير بروتين كيف ما كان طالما انه ديفيوجن طالما انه اسموسز طالما انه باسف ترانسبورت معناته لا يحتاج الى طاقه dont require the cell to expand energy فالاجابه رح تكون نو طيب نيجي على سؤال 60 which molecule is a waste product أي جزيء هو يعتبر waste product يعتبر فضلات that can diffuse out of the cell بتقدر إنها تمر diffuse تمر out of the cell برا الخلية through the lipid bilayer يعني أنا بدي أحكي عن مادة بتعمل diffusion عبر lipid bilayer بدون حاجة إلى بروتينات وبتطلع وهي تعتبر waste تعتبر فضلات الفضلات الوحيدة اللي بتقدر انها تطلع بهذا الشكل عنا اللي هي اليوريا اليوريا هي مادة بتعمل بصير لها ديفيوجن تمام آه، نون هي تمام بصير لها ديفيوجن عبر الليبت باي لير. ولكن هاي اليوريا هي بالأساس فضلات فعشان هيك الإجابة رح تكون دي طبعا الأكسجين بمر عبر الليبت باي لاير الكربون دايوكسايد الـ الـ الجلوكوز لا طبعا بده كارير بروتين بده فاسيليتد ديفيوجن تمام اما اليوريا هي كمان نفس الاشي زي الاكسجين والكربون ديوكسايد ثاني اكسيد الكربون ولكن هي تعتبر ويست تعتبر الفضلات عشان هيك لانه كلمة ويست فضلات فالاجابة رح تكون دي طيب نيجي على سؤال 61 على السريع What is the net diffusion of water across a selectively ميمبرين كولد عملية نقل مين يا جماعة الووتر طالما قلنا ووتر عبر الممبرين فاحنا قاعدين نحكي أسموسز طالما قلنا ووتر عبر الكنال بروتين بنحكي عن ديفيوجن من النوع الثاني ديفيوجن عبر الكنال البروتين طيب نيجي على سؤال 62 على السريع وات از ذا فلويد pressure ريكواير تو اكزاكتلي اوبوز osmosis هسه في عندي ضغط معين هذا الضغط لما يتكون خلال عمليه الخ... او خلال الخاصيه الاسموزيه او خلال عمليه الأسموسز بيتم ايقاف عمليه الاسموسس هذا الضغط شو بنسميه اوزماتيك بريشر فالاوزماتيك بريشر هو الضغط اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل اوبوز عشان نوقف الاسموسس ايه اوزماتيك بريشر طيب سؤال 63 Which of the following substances is the plasma membrane highly permeable to? أي من ال الخيارات التالية هو إيش؟ هو ماده الغشاء البلازمي هايلي بيرمابل يعني منفذ إلها يعني بسمح لها بالعبور بشكل جدا كبير اكيد الماده هاي ايش رح تكون نطلع على الخيارات ايونز ايونات لا الايونات بدها كان البروتين اساسا وفي معيقات إلها جلوكوز بدها كارير بروتين إلها معيقات مولكيولز مش كل المولكيولز مش كل الجزيئات في جزيئات بدها لها معيقات الووتر المي لأن الله جعل من الماء كل شيء حي فالمي بتمر بكل منتهى السهولة عبر الغشاء البلازمي ممكن تمر عبر الليبت باي مباشرة أسموسس أو عبر القنوات البروتينية ديفيوجن من النوع الثاني فالجواب رح يكون ووتر سي سؤال 64 What type of transport moves substance against the concentration شو نوع النقل اللي بينقل المواد against عكس التركيز من المنخفض للمرتفع اللي هو الاكتف ترانسبورت طيب سؤال 65 What the term شو المصطلح اللي هو يستخدم بالعادة for proteins that actively transport مولكيول للبروتينات اللي تستخدم بعمليات النقل ال active transport وطبعا آه هاي البروتينات الناقلة اللي تستخدم في الـ في ترانسبورت هي بتقدر تنقل اكثر من نوع من جزيئات شو هي اساسا البروتينات الناقله الموجوده بالاكتف اللي هي كارير بروتين إلها اسم خاص بنحكي لها بامب فالاجابه رح تكون البمب اللي هو بي طبعا كارير بروتين صح هي كارير ولكن هاي الكارير نوع خاص او اسم خاص بنسميها بامب طيب وات از ذا انرجي سورس يوزد باي ان اكتف ترانسبورت شو هو مصدر الطاقه اللي يستخدم من او اللي تستخدمه البمب في عمليه الاكتيف ترانسبورت طبعا هنا القصد مين البرايمري اكتيف ترانسبورت حكينا مصدر الطاقه هو الاي بشكل مباشر طيب لو كان اندايركتلي يعني لو كان سكندري اكتيف ترانسبورت رح تستخدم الطاقه بشكل اندايركتلي مش رح تستخدم الاي تي بي هتستخدم الالكتروكيميكال الطاقه اللي راح تنشا من الباسيف ترانسبورت طيب which process brings substance into the cell شو هي العملية اللي من خلالها احنا مندخل مادة معينة الى داخل الخلية وهي مادة بتكون كبيرة substance نطلع على الخيارات exocytosis معناتها نطلع اشي outside مش إنتو into. الانتو -into اللي هو مين الاندوسايتوسس والاندوسايتوسس له انواع في نوع اسمه الباينو وفي نوع اسمه الفاجو الفاجو سايتوسز ان انا ادخل شيء صلب سوليد سيل ايتنج زي كان الخليه بتاكل بتاكل بكتيريا بتاكل مواد غذائيه اما الباينو بنسميه سيل درينكينج ان انا ادخل فلويد سوائل بالمواد طبعا الذائبه فيها طبعا هون هم بحددوش ايش ايش السبستانسز اللي انا بدخله للخليه لهيك بي وسي ودي ممكن يكونوا صح الثلاث لو حددوا السبستانسز لو قالوا لكم سوليد سبستانسز الاجابه راح تكون بي لو حكولكم liquid substances مواد سائلة الجواب رح يكون سي طبعا هون طالما انهم حكوا substances بشكل عام ما حددوش liquid ولا سلّد فاقرب اجابه من من الخيارات اللي عندي اللي هي endocytosis اللي هي عمليه الادخال الخلوي بشكل عام احنا حكينا ايش انواع الاندو فاجو وباينو فطالما السؤال بحكي بشكل عام ما حدد سائل ولا صلب فالإجابة لازم برضو تكون بشكل عام اندوسايتوسس نيجي على سؤال 68 على السريع which type of endocytosis أي نوع من endocytosis بيساهم بالcell engulfing large solid particles or organism أي نوع من عمليات الاندوسايتوسس بيكون وظيفته cell engulf ابتلاع large solid يعني إيش يعني إشي صلب زي مين اشي صلب مواد غذائية او اورجانيزم بكتيريا معينة وحكينا شو اسم عملية الادخال الخلوي للأشياء الصلبة phagocytosis طيب نيجي تسعة 69 وات بروسس شو هي العملية اللي بتساهم في ذا فيوجن اوف فيزيكال اللي فيها رح تندمج الحويصلات والسيل ممبرين طبعا لحظة هسا بعملية الاندوسايتوسيس او بعملية الاكسوسايتوسيس احنا قلنا رح ينشا عندي فيزيكال هاي الفيزيكال مثلا بعملية الاكسوسايتوسيس هتنشا من البلازما ممبرين عفوا بعملية الاندوسايتوسيس هتنشا من البلازما ممبرين وتدخل لي مواد الى داخل الخلية بينما بعملية الإكسوسايتوسيز هتنشأ من جولجي أباراتس وتطلع لي مواد برا الخلية طبعا بعملية الإندوسايتوسيس لو نشأت من الغشاء البلازمي عادة ممكن يكون في جوات الحويصلة يكون عندي ريسبتور عشان ايش؟ عشان اختار بعض المواد ادخلها الى داخل الخلية، هذا النوع من الاندوسايتوسيس بحكي له سيلكتيف، يعني ممكن يكون عندي فاجوسايتوسيس سيلكتيف ممكن يكون عندي نون سيلكتيف سيلكتيف ذا في ريسبتور ما في اذا ما في ريسبتور نون نفس الاشي ممكن يكون عندي باينوسيل سايتوسس سيلكتيف او نون سيلكتيف وهكذا طيب فهون شو بقولوا شو هي العمليه اللي بصير فيها اندماج للحويصلات مع الغشاء البلازمي علشان تطلع محتوياتها برا الخليه طالما بنحكي اندماج للحويصلات مع الغشاء البلازمي يعني الحويصلات ما نشات من, من الغشاء نشات من جول جي وراحت اندمجت مع الغشاء البلازمي زائد انه بقولوا لنا انه راح تفرز محتوياتها برا الخليه فمباشره الاجابه اكسوسايتوسيس اخراج خلوي بينما لو قالوا لنا ايش هي العمليه اللي فيها راح يتم او او خلينا نحكي رح الرايس رح تنشا او درايف رح تنشا الحويصله من الغشاء البلازمي مش تندمج معه تنشا منه تمام شو ورح تدخل الى داخل الخليه دخل المحتويات الى داخل الخليه فهون انا بكون احكي عن اندوسايتوسيس اخر سؤال an example بدي مثال على substance مادة that cell can release through exocytosis الخلية بتطلعها خلال عملية الاكسوسايتوسس خلال الاندوسايتوسس قلنا بتدخل بكتيريا وتدخل مواد غذائية نيوتريانت عبر الفاجوسايتوسس أو ممكن تدخل fluid سوائل عبر الإندوسيتوس أما بالاكسوسايت وطبعا عبر الإندوسيتوس ممكن تدخل كمان هرمونات هرمونز أما عبر الاكسوسايتوسس فهي رح تطلع بعض المواد زي مثلا ممكن انها تطلع لي انزيمات انزيم وممكن كمان تطلع لي بروتين فهون لما نيجي نطلع ووتر لا النيوتريانت بتدخل مش بتطلع جلوكوز بتدخل لانه جلوكوز ماده غذائيه بتدخل مش بتطلع يعني اندو كل هذول الثلاثه اندو فبضل عندي الانزيم الانزيم والبروتينات هذول اللي دائما مواد تعتبر اكسو بتطلع بالاكسوسايتوسيس سيكريتوري مولكيول هناك خلصنا وربي يعطيكم الف عافيه